السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة من حي الانبعاث، احنا متواجدون كمراسلين الشارع انيوز مع الاخوان ديالنا من منطقة حي الانبعاث. جينا لهذا الفضاء الرياضي المهمش، جينا نتكلموا مع الاخوان ديالنا بطلب منهم شخصيا باش انهم يعبروا على كل ما يروج على هذا الملعب وهذا الفضاء الرياضي. الان معنا الاخ اسماعيل، فليتفضل. مشكورة، تفضل خويا اسماعيل وعبر على الصوت ديالك. اخي احنا مساكين ديال حي انبعاث، اللي كبرنا هنايا في حي انبعاث، كبرنا في هذا الحي اللي مهمش سنين، هذه باقي حتى الان مهمش، ما عرفناش على التهميش هذا وهذا الحقره اللي كاينه في هذا الحي. انت دابا لا كتلاحظ باللي الاحياء، جميع الاحياء اللي كاينين في سلا عندهم ملاعب قرب، حنا الوحيد اللي ما عندناش ملعب قرب. شوف ملعب قرب عندنا عباره عن مزباله، الدراري الصغار كيجي يلعبوا فيه ما حيتهم الريحه، ما حيتنا التكرفيس هنايا، ما حيتنا التهميش اللي في هذا الحي، ما عرفناش هذا التهميش. كنطالبوا من السلطات والناس المسؤولين اللي في العماله والجماعه، الناس اللي مسؤولين اللي عندهم غير على هذه المدينه وعلى هذا الحي، يديروا معنا شي حل. راه حشومه وعيب، حاويه ديال الازبال، حاويه ديال الازبال ما كاينش في الشارع، كيتحط الزبال كيتحط في الشارع. نمشي دابا ملعب عندنا حنا اللي كنسميوه جرده كيتحط فيها الزبال، راه حشومه وعيب، والله لا حشومه عليهم. نمشي كنطالبوا منهم يديروا معنا شي حل، على الاقل يصابوا لنا ملعب. راه الدراري عندنا كيضيعوا، كنصيفطنا كنا كمدربين ما بقيناش حاليا مدربين ديال الكره، كانوا معنا دراري تبارك الله الرحمن فين وصلوا. حنا كبرنا في هذا الشيء، ما عندنا ما نديرو، ولكن الجيل اللي جاي ان شاء الله ما بغيناش يطيح في هذا الشيء. على الاقل يلقى ملاعب، يلقى جرده، فهمتينا. راه حشومه، عندنا المتنفس الوحيد اللي عندنا مكرفس هكا، والله الا راه حشومه. كنطالبوا منهم فهمتي يديروا شي حل وياخذوا بعين الاعتبار هذا الحي هذا، راه بغينا نقدو. تبارك الله عليك الاخ اسماعيل. بالنسبه لهذا الفضاء الرياضي المتواجد بمنطقه حي انبعاث وبمقاطعه تبريكس، شنو الحلول بالنسبه لك باش يمكن هذا الملعب باش يتقاد؟ واش عندكم شي حلول ليه جذريه؟ كاين حلول، يعني ما كرهناش الناس ديال المقاطعه والناس ديال الجماعه دخلوا على الاقل تكتب لهم ملعب ديال القرب، فهمتيني، واعاده الاصلاح ديال هذه الجرده اللي عندنا، جرده بكره اللي في الواجهه ديال حي انبعاث. ولكن كتشوف الواجهه ديالنا شنو عباره عن زباله، يعني شنو على الاقل اللي يجي في الاول يعتبر حي انبعاث يعتبر زباله، وراه حشومه ساكنه كبيره ما عندهاش جرده وما عندهاش متنفس، راه شوم. هذا هو الحل اللي كيبان لي انايا، وحاويه الازبال خص يكونوا في الشارع ما عندناش، مشكل كيجي الزبال كيحطوه هنايا. الان معنا كذلك الفاعل الجمعوي والمدرب الاخ ايوب عباري، تفضل اخويا عباري. شباب فهاد الحي هذا المتنفس الوحيد اللي عندنا هو كيشوفوا هنايا، الله راه مخرب. المتنفس الوحيد اللي عندنا هنايا راه مكرفس، بغينا حتى حاجه، بغينا ملاعب القرب. كيف الملاعب القرب كاينه في الاحياء كامله، بغينا تحرس عندنا في الحي ديالنا، فهمتي. يعني عندنا الشباب، عندنا الشباب ضايعين اخويا، فهمتيني. يعني الشاب الا ما جاش لعب كره هنايا ضروري غيمشي يتبلى، ضروري يشلك كارو، فهمتيني. تطلبوا من الجمعيات، حنايا تطلبوا حتى من الجمعيات، الجمعيات اللي عندنا هنايا مكلفه عندنا في سلا، والمجتمع المدني يشوفوا لنا اخويا شي حل هاد الملاعب هذا، وشوفوا لنا شي حل هاد الازبال هذا. اذا انا السي ايوب عاوتاني الناس ديال الحي هنايا، علاش تيخرجوا يخرجوا الازبال ويلوحوا هنايا؟ علاش ما يجوش حتى 10 ديال الليل ويخرجوا بالحاشي كيحطوا حدا باب الدار ديالو باش يجيو صحاب النظافين زود هاد الزبل ويديو. اذا خويا عباري، شي حلول من عندك جدريه باش هاد الملعب هذا يمكن ليه يتصلاح، وباش يمكن لك شنو الحلول بالنسبه لك انت كفاعل جمعوي، وشي رؤيه عندك؟ الحلول اخويا يجيو يديروا لنا عساس هنايا ويصلحوا لنا هنايا خويا، يديروا لنا تيرانات هنايا، يديروا لنا شي تيرانات. شو الجرده تنعانيو من كل شيء، هاد الحي هذا اخويا ما فيه حتى حاجه. تنشكروا جريده شارع نيوز، هي اول جريده جات عندنا هنايا، اول جريده جات تشوف الوضع اللي جا نعيشوه هنايا. كنشكر واحد جات واصلت معنا من هنايا، حلت هذا المشكل هذا، الله توصل الصوت ديالنا الناس المسؤولين، كاين شي حل لهاد الساكنه ولهاد الحي هذا اللي مهمش بزاف، وشكرا وتحيه. نحيي جميع المتتبعين ديالنا بالجريدة الشارع انيوز، ونتمنى الصوت ديال هذا الشباب هذا يوصل لجميع المسؤولين داخل المدينة وداخل القطاع الرياضي بالمدينة. وتحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.